صباح الخير عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم. اليوم غادي ندير لكم فيديو فقط. الله دابا الصباح، الله فقط بغيت ندير لكم فيديو على داكشي اللي واقع دابا بالمواقع الاجتماعيه، والفيديو اللي تسرب، والناس كل واحد كيفاش يهضر، وكل واحد والراي ديالو. بغيت انا نقول لكم الراي ديالي، لانه انا فقط ما تهمنيش السيده وما تهمونيش الناس اللي معاها. انا فقط جيت باش نشوف، لانه المغاربه مشاو من زاويه اخرى وهضروا على هذا الشيء اللي واقع، سورتو خصوصا دابا في هذه الفتره اللي حنا عايشينها، وتنشوفوا انه الناس اللي في البر، لانه خلاوكم نتوماي مضاربين مع هذا الوباء هذا ومتبعين القوانين، وهما هزوا الباطو ديالهم وقالوا لكم احنا غادي نمشيو نعيشوا حياه اخرى، لانه احنا احسن منكم وحنا عندنا السلطه وقادرين انه نعيشوا حياتنا عاديين، وانتم لا، سيروا وتبعوا القوانين، لانكم ما تسوى والو، فقط يعني من الشعب، الناس بسطاء، وحنا نمشيو نعيشوا حياتنا ونتبحروا مع راساتنا. تنشوف في الفيديو انه ما كاين لا كمامة لا والو، الناس متقاربين بعضياتهم، كاين الشعبي واخا فرنسيه تتغطي، ويعني حنا الفوق وحنا هاي، ولكن ضروري تمشيو وتلقاو الشعبي هو اللي تيتحكم في هاد الشخصيات. ما فهمتش علاش تيبينو الظاهر ولكن الباطن يعلمه الا الله. الشعب تيتسائل واش كاين شي مرض ولا ما كاينش شي مرض، اقولوا لينا واش كاين شي مرض او ما كاينش شي مرض، واش احنا اللي خصنا نديروا القوانين وانتم يعني مرفوع لكم القلم. الشعب الناس ملاقين ما ياكلوا ولكن ما داروش الكمامه، خصهم يخلصوا غرامه علاش ما دايرينش الكمامه. الناس ممنوع ليهم يتجمعوا، ممنوع ليهم يديروا الحفلات او الاعراس، وتنشوفوا انه الباخره عامره بالناس، شي ملاصق مع شي، وماشي مشكل، يمكن حيت الهواء ديال البحر تيقول لك غادي يحيد هذا الوباء، ما عارفش، يمكن يقدروا نستناوهم يشرحوا لينا واش حنا خصنا نديروا الفلايك وندخلوا للبحر باش نكونوا متقاربين ما نديروش الكمامه. تنشوفوا للاسف الاخلاق ديالنا مشات، وتنشوفوا انه الشخصيات اللي تنسناهم انهم يكونوا خدامين وانهم يكونوا تقلبوا لنا على حلول، لانه المغرب في مشاكل كبيره، ما عندناش الوقت باش نخرجوا نصيفوا، وما عندناش الوقت باش نخرجوا نشطحوا، وما عندناش الوقت باش نخرجوا نعلقوا للشيخات، لانهم فقط شيخات، وخا تيتغطاو وراء الفرنسيه وراء العصرانه، ولكن تيبقاو شيخات، وتبقى الشعبي حاضر في اي حفله تيتجمعوا فيها. يعني تنسناوهم انهم يلقاو لينا حلول، ماشي وقت يعني نزاهه، وماشي وقت الشطيح، وماشي وقت البحر. سورتو الناس اللي مسؤولين هما اللي تنتسناوهم يلقاو لينا الحل. تنجيو وتنشوفوا الصباح انه السيده خارجه بوجه مكشوف بواحد الجبهه، يعني شنو واقع عادي، يعني الفيديو تسرب، انا تنشطح، يعني الخمر، كل شيء، وانا فقط مع الاصدقاء عادي. علاش ما كيف تديري فيديوهات وتتعطي الثقه في النفس المراهقات اللي متبعينك مع الاسف، وتتعطي نصائح على الزواج، طلقوا او ما تطلقوش، تزوجوا او ما تزوجوش، وتتعطي التجارب ديالك، علاش ما نكونش عندي واحد القوه وواحد الشخصيه قويه، ونخرج ونقول لهم لهاد المراهقات اللي متبعينك وتتعلموا منك، انه هذه خدمتي، انه انا
كانت عندي ليله مشيت خدمتها وتخلص باش نوكل بنياتي باش حتى هما يتعلموا منك هذا الشيء. ماشي انا خرجت مع الاصدقاء تنتبحروا يعني تدوزوا الوقت وتتلوحي ليهم لتحت، يعني تتلوحي ليهم واحد الهضره انه انا في باخره مع شخصيات وتنتمايا سيروا هزوا دلعتكم وهزوا الكوكو ديالكم وهزوا قشاوشكم وتنتوما سيروا للبحر، يعني نتومايا الشعب سيروا هزوا، يعني نتومايا تتمشيوا للبحر اللي ماشي في المستوى وتديو الدلع وتديو الكوكوت وانا مع شخصيات كبار. يعني هذه لحتها لكم من الشبكه بنات واولاد الشعب وانتم يا حالين فمكم فيها وتضحكوا، كاينين بزاف التعليقات اللي تيشجعوها وتيقولوا لها او تي بنتي زوينه انت بصحتك انت تعطينا طاقه ايجابيه. يعني ما بقيناش عارفين الاخلاق في بلادنا كيف دايره، ما تنهضروش على الاسلام ولا الدين فقط على الاخلاق، يعني فاش نجيو تنديرو فيديوهات للمراهقات مع الاسف هما اللي متبعينا نعطيهم قدوه، يعني ما نجيوش ونكملوا على هذا الشيء اللي واقع ونشجعوهم على الفساد، نشجعوهم على الحوايج اللي خايبه واللي ما غاديش تنفعهم. يعني انا تفاجات باش انه السيده خارجه عادي ما كاين حتى شي مشكل، ممكن تعترفي وتقولي انا خرجت خدامه عادي. وتنشوفوا للاسف انه شخصيات في بلادنا ماشي، يعني هذا الفيديو كاين بزاف الفيديوهات من قبل تسربوا انه الشخصيات هذا الشيء اللي متبعين، و تنشوفوا انه المغرب هابط لانه فلوسنا تيمشيو في البحر وفلوسنا تيمشيو على الشيخات والشعب ما لاقي ما ياكل، وفي الاخر تيقول لك الميزانيه مشات الميزانيه ما عنديش، واي قانون خصو يطبق على الشعب وعلى اولاد الشعب، وحنا حالين فمنا في القنوات وحالين فمنا في الناس اللي تيخدموا على ظهرنا واللي تيديروا الفيلات وتيديروا المشاريع على ظهرنا، وحنا للاسف مازال مكلخين ومازال حالين فمنا فيهم. وانتم شوفوا هما عايشين كيف ما بغاو، وانتم يا في الصهودات، انتم يا الكمامات، انتم اي حاجه، شوفوا الماء والضوء شحال جاكم، وانتم يا غاديين وما عارفينش اشنو واقع، والناس عايشين كيف ما بغاو للاسف. انا فقط بغيت يعني نعلق على هذا الفيديو هذا وعلى اشنو قال السيده، لانه يعني الدوله فاش يمشيو لها تمشي لها الاخلاق ديالها مشى لها كل شيء، وللاسف غادي الاخلاق وحنا غادي نحلل فمنا في الناس اللي هما تيديروا مشاريع ولكن تيجيو يهضروا وتعطونا نصائح، ولكن النصائح ما تنشوفوهاش على ارض الواقع وتخرجوا على خصوصا وللاسف على المراهقين والمراهقات. بوسه كبيره لكم، باي باي، مع السلامه.